اهلا وسهلا فيك لارا كليت بحلوه الحياه. من 3 سنين تقريبا استقبلتك انا بحلوه ومره. مزبوط. سنه و8 اشهر اي ثينك لانه مزبوط. بعمر ابني الصغير كنت اها مولد. كنت حامل وقتها؟ كنت بعدك مولده. لا لا كنت بعدك هالذاكره مش الشكل ابدا. لارا بدنا نعرف سليم عساف على الفانك شوي وكمان المشاهدين يلي ما قدروا يتابعونا بهالفتره من قبل، خبرينا شو هو الفانك شوي؟ الفانك شوي هو علم صيني قديم صار له اكثر من 3000 سنه. الفانك شوي بعلمنا كيف نعيش بتناغم وانسجام مع محيطنا من خلال هندسه البنايات والشوارع وحتى الداخليه والخارجيه منها. فبيتنا ومحل شغلنا والاماكن ايفن اللي بتلحن فيها حضرتك اكيد جود فانك شوي لانه فيها جود فايبس. ايه فيها جود فايبس وجود انرجي لحتى الواحد يطلع معه شيء منيح، وهيدا ببرر ليش امرار في شغل، امرار بتلاقي ناس عم يفتحوا بمحلات شغل وعم بيقفلوه ما عم يمشي معهم، بيرجع محل ثاني بيفتح نفس المحل بيرجع بيقفل. بكل الاماكن مش بس المنازل وانما ايضا البزنس والشوب. اكيد اكيد. نحن كنا عم نشوف صوره هون دور بنحس اوبن سبيس، شو عم نشوف؟ هيدا هون التخت هون اشياء من الباد فانك شوي اللي بنحذر منها دائما، التخت وقتها بدنا نحطه نيفر يكون باتجاه ستريت لاين مباشر مع باب الاوضه، الافضل دائما يكون دايجونال. عشان الواحد ما يصدق متى يظهر يهرب يهرب. اوكي. هيدي كمان اوضه هون عم نحكي عن التابوز، هيدا بيت مرايه؟ لا هيدي ورا تويلت حمام. دايما الحمام فيه تيوبز وكل هالتيوبز المي وهيدا كتير بتضر وقت تكوني انت نايمه على حيط مباشر مع الحمام. سو دايما هيدي كمان من التابوز تبعت الفانك شوي انه نيفر نحط التخت بشيرينج وول حيط مشترك مع التواليت. هيدول من الشرح كيف وقتها نروح نعمل سايت فيزيت كيف بنشتغل على اللوبان اللي محطوطه. يعني في ادوات معينه بتستعمليها؟ في ادوات معينه بنستعملها. مثل شو عم نشوفه نحن؟ مثل اللوبان. اللوبان هي تشاينيز كومباس قديم فيه كل الفورمولاز بنستعملهم. بتحدد المكان والدايركشن على 15 ديجري، يعني اذا الواحد بيته اتجاه الشرق في شرق واحد شرق اثنين شرق ثلاثه، كل واحد منهم بنستعمل فورمولا معينه، يعني دراسه معينه للبيت. نحن ببين هلا الاستوديو عندك اي شغله اذا عندكم الفلور بلان ايه فينا نعملها. اوكي. في الالكترومانتيك فيلد تستر، طبعا الفانكشن مثل ما قلت لك صار له اكثر من 3000 سنه. من 3000 سنه ما كان في الكهرباء والاشياء اللي هلا نحن وير اكسبوزد لها. سو الالكترومانتيك فيلد تستر هي السوداء الاي ام اف تستر، نكتشف فيها قديش كهرباء عالية بمحيطنا. وعلميا إذا عرضت جسمك لأكثر من 7.8 هرتز بتبلش السلس تبعت الجسم تتخربط. يعني التوتر العالي والأبنية المبنية حتى التوتر العالي إذا ما بتأدي لمرض بتأدي لمرض نفسي. في ناس بيجوا عم بيقولوا معي ميجران، معي في الكانسرز والنحس. لا اتس نوت نحس، هي انرجي تبعت البليس الاشياء اللي وير اكسبوزينج اور سيلف لها هي اللي عم تودي لهال. وهي بتحسي فيها بس من خلال يعني الدراسات ولا انت بتحسي فيها؟ لا اي دونت فيل ات لانه هي فانكشن هي علميا. اكزاكتلي علميا. انا سليم باول لقاء مع لارا هيدي قالت لي انه لازم تكون باراليل، بتذكر انه شيء باراليل تكون شيء. قلت لك ما تعملي هيك عشان ما تروحي. اذا باراليل اذا شو بيكون؟ بشيء بيكون شيء بوزيتيف. لا هي هيدي هي بتكون اسمها الرودز. هي هيدي التول كان يستعملوها المزارعين من زمان. كمان غلط يا كارلا. اوكي كان يستعملوها المزارعين من زمان ليكتشفوا اذا في اندر جراوند ووتر، اذا في مي او اويل تحت الارض. وبعد في او في اويل هون تحت ان شاء الله. ما راح اروح اذا عم بفتشوا عليه بلبنان كله بركي هون باستوديو حلوه الحياه. اوكي سو هيدي الاويل والووتر والمعادن اللي بتكون زايده اذا عملوا انترسكشن بيكون في اندر جراوند ووتر او اويل. انتبهوا في شكله في. اوكي سو اذا كان موجود هي اسمها جيوباتيك ستريس. جيوباتيك ستريس كمان الدراسات اثبتت انه العالم اللي عم بتنام انتو يور سيف، هيدا محل شغل. اي
سو العالم اللي عم بتنام وعم تعرض حالها لهالجيباتيك ستريس هي اكثر محلات عم يتعرضوا للكانسرز وامراض القلب. حتى اذا لاحظتي هالعشرين سنه اللي مرقت زادوا كثير. كنا من زمان نخاف من الجدري والابوكعب للولاد. هلا تيومرز ولوكيميا هي الامراض اللي صرنا مرعوبين منها بسبب كله بسبب هال الالكترومغناطيك فيلد والجيباتيك ستريس والانرجيز والفانكشوي ان جنرال. يعني شفنا اوضه النوم غرفه النوم، شو رايك سليم؟ لا انا بصراحه اول مره بشوف حدا انه عم يحكي فيه علميا، يعني انه متبع ماشين ادوات وخطوات معينه. انا اي فيل ات، يعني بحس انه ممكن حس اذا في جود فايبس ولا لا. بس شيء هيك اثبات قدامك حقيقي اول مره صراحه. بس مزبوط على فكره اللي عم بيقولوا، هيدا الدليل لانه امرار بتروح على بيت وما خص قديش لاكجوريوس البيت بتقولي طبق على قلبي وبدي فل او ماني مرتاحه. حتى الناس يعني في ناس ما فيك تعملي اي كونتاكت معهم كثير، يكون في شيء حائط بينك وبينهم، شيء غريب ما في تواصل. اي ثينك هيدي انه جود انرجي. ايه مزبوط، حتى ببيتك بتحسي في قوه امرار بترتاحي لها اكثر. ما هيدا بدي احكيكي انه عن البيت، يعني نحن حكينا عن غرفه النوم مثلا طاولة الصفرة، في كمان إلها وضعية معينة. في إلها طاولة صفرة، في إلهم هيدول تابوز معينة، مثلا لازم دائما ننتبه شو في عندهم جيراننا فوقنا، وإذا بيتنا طبقين مثلا ما يكون حمام فوق دائما المي وال especially إذا we use it كتير، يعني مش إذا كان كل شيء عم نحكي فيه إذا كان يستعمل، مش إذا كان طاولة صفرة هي منظر. إذا محل قاعد أنت قاعد عم تاكلي فيه كتير كتير وقت وعم تقضي وقت فيه أو أوفيس أو هيدا، في حمام أو مطبخ فوقك اتس باد، او تحتك ايفن. وهلا عم لاحظها كثير بالكونسلتيشنز، لانه كل بيت بيكون ابارتمنت وبنايه كبيره، كل بيت عم يعمل ديزاين على ذوقه، وير اندينج اب مطبخ هون وحمام عند الجار اللي فوقه. سو عم بتودي لمشاكل بهالموضوع. يعني الواحد صار مش بس لازم ينتبه لديكور بيته، كمان لديكور جيرانه. اليزا ان شاء الله ما اكتشف في حمام فوق. ما هيك يعني اليزا يعني ما بعرف كثير حاسه حالها كونسرني بالموضوع. شو يا اليز جيرانك زعجينك؟ ما بعرف قاعده لحالك. عادة البنايات بيكونوا نفس التقسيم، يعني عم بحكي هندسيا، بس في واحد اوقات الناس بتحب تسرع او تغير مظبوط وتكسر حيطان. يعني بتشوفي جار جديد اجى بتعتلي هم بده يكسر حيطان ويعمل ديكور جديد. تخت على شو لاقي؟ مش عارف، بدي اسالهم اليوم. ايه ما انتبه، ما يكون لك نظرات او كهرباء كثير. لا ركليت، نحن عن جد دائما في عنا بوزيتيف فايبس وقتها نحكي معك هيك، بنصير نلتفت يمكن لقصص مش ملتفتين وهي يمكن عم تودينا وتأدينا انه نكون هالقد ستريسي. بدي اشكرك لوجودك معنا. شكرا لكم وكل التوفيق. ميرسي.